صديقتنا اللي موجودة معنا النهارده بتشرفنا لأول مرة، أزار سيد عزمي، وكلنا فاكرين بولوز وهي ابنة الغالي. يعني أنا بالنسبة لي بولوز، وبالنسبة لي فنان كبير جدا، عمل أعمال كتيرة جدا. أزار نورتينا. الله يخليكي. أزار منورانا وفعلا واخدة العين. طب الله يرحمه. بس احنا يعني انت نورتينا علشان خاطر باباكي. ما انا عارف انا عارف عشان من الاول. طبعا الاجيال اللي ما لحقتش بولوز، طبعا في زيزينيا وفي الشهد والدموع وفي ليالي الحلميه وحاجات كتير كده. بوجي وطمطم كان مش هناخد وقتك. طمطم بوجي طمطم. وانتي شبهه قوي على فكره. ميرسي. ما تقعديش تبصي بصي للكاميرا عشان الناس يعرفوا. وعلى طنطك هاله فاخر كده برضو الجمال ده. هاله فاخر بقى. انت ليه واخده انت ليه مديه شويه هاله فاخر برضو؟ كتير بحبها فجبت شبهها على طول. ماما بقى اللي كانت بتحبها. كله من زمان بنحبها. شبه مدام هلا فاخر، ربنا يديها الصحه يا رب. ربنا يديك الصحه ويديها الصحه كمان. يلا هنبدا بقى عشان ما ناخدش وقتك. طبعا انت قبل بس ما نبتدي، هوايه الطبخ جايه من بابا ولا ماما ولا هو ما لهمش؟ بابا بيعرف يعمل حاجات. وماما هي اللي علمتني وادتني الفرصه. انا عندي مثلا 12 سنه او حاجه. خش المطبخ وعيش. صحيح. الست تروح الشغل وتيجي تقولي عامله ابداعات، ده مهم. يعني ايه ده؟ طب تمام كويس حلو زي الفل. انت تعملي لنا حاجتين مبدعين احلى من بعض. مش عارف الصور يعني، مش عايزه اقول لكم. عامله لنا روستو. تمام صح كده. بالبطاطس وحركات. وعامله لنا الحاجه الحلوه التشيز كيك. تشيز كيك هنعمله بوشن صغيره للي عايز ياخد بوشن صغيره، وفي اللي هو الشكل الهارت. قولي لي المقادير الاول بتاعت الروستو وبعدين مقادير التشيز كيك. الروستو عشان هتنزل معاك. ده جريفي صوص اصل مكتوب. ده الجريفي ده معمول من حركه البطاطس مع الجزر. طب هو العرق التروبيانكو مربوط، انا واخده نصه وعملته، والنص الثاني والنص الثاني هعمله دلوقتي. اوكي. بصل شرايح بعمله مدور ان احطه تحت العرق. زبده هدهن بيها العرق التروبيانكو، وزيت عشان احمر فيه، ملح، فلفل، بهارات، جوز الطيب، كزبره ناشفه بقى، دي السر كله. اول مره حد يحط كزبره ناشفه في العرق. الجزر المكعبات والبطاطس المكعبات دوت انا هستعملهم بعد كده لما اللي يفضل من الصوص بتاع اللحمه احطه فيها، فهيبقى كويس. بعد كده الجزء الجريفي وقالب واحد مرقه لحم. هتشتغلي ازاي؟ انا معاكي. هنشتغل. اول حاجه انا عايزه انت هوايتك المطبخ ولا انت جايه كده عشان حابه البرنامج بتاعنا؟ انا يعني حابه البرنامج بتاعكم طبعا. بجد؟ لكن ما عندكيش صفحه؟ عندي صفحه بس يعني عاملاها كلوز جروب، بنات بس اصحابي على الفيسبوك. وبتعلميهم المكتب اشتغلي. انا ده اكل ونصايح وديكوباج كله موجود. ديكوباج ده اللي هو انت درستي؟ انا تربيه فنيه زمان. تربيه فنيه. الله ما شاء الله. لا انا ممكن استعمل يدي عمرو. يلا بيدك طبعا. بس بيجونا بيدي. لا واخده كمان خفه الدم بتاعت هاله فاخر، مش يعني بس شكلها. قولي لي انت ليه ما فكرتيش تمثلي؟ بابا كان مانع زي برضو اولاد حسن عبد الله. بابا كان مانع يعني. ولا حتى في الاذاعه ولا حتى. اقول لك جات لي فرصه وانا في الكليه ان انا اروح ابقى مذيعه في النار تي في اول ما ظهرت بقى. وانا كده جاي. اوعى بقى برضو عشان انا تلفزيونيه فانا عندي. والفرصه جات. وبعدين ايه اللي حصل؟ بابا انا جات لي فرصه. ملح وفلفل. ده ملح وفلفل. انا اهم حاجه الكزبره عندي تبقى فوق الوش. ليه؟ عشان هتبقى ملاصقه للحمه. انت بتعملي كده عشان تتبلي اللحمه. ايوه بالظبط. اوكي. فبابا جات لي فرصه. بابا نو يا حبيبتي مذيعة يا باب. لا يا روحي. هو بصي من مطرح اللي هو شاف التعب اللي هو فيه، فعادة دي بهارات على فكرة. دايما الأب بيرفض التعب. الأب أو أي أم يعني ترفض تعب أولادها في البيت. ودي بصي بقى دي الكميلة السخنانة دي ننشر فيها إيه؟ جوزة التين. جوزة التين السخنانة الكميل ده. المبشرة بتاعت شيف محمود دي. وحطيتي كزبرة. كزبرة لسه ما عايزاها، هي احلى حاجه فوق. علشان دي اجدد حاجه. دي اجدد حاجه، دي اللي عايزاها، هي اللي تلمس اللحمه عشان دي اللي هتدي طعم جديد. فعلا احنا ما بنحطش كزبره على الرز. شفتي هذا الاستخراع؟ جديده جدا. انه استخراع عبقري. وانت اللي انت المخترعه؟ الحقيقه غشه منه حته. منين؟ من قنوات اجنبيه. اوكي ماشي. انا احب الناس اللي يعترفوا. انت ليكي اخوات بقى؟ ازهر ليا ريهام حبيبتي في انجلترا حاليا مع زوجها. اكبر منك ولا اصغر؟ انا البكريه. انت الكبيره. انا الكبيره. انا عايزه بس كلينكساي انشف بيها. انا جايب لك حالا كلينكس طبعا. وازار ده من الشهور بقى، مش مارس اللي فات ده على طول. مارس. يعني انت مش معنى يعني باباكي سماكي مارس ازار؟ هقول لك علشان اللي حصل. هو مارس كان في برنامج زمان اسمه ازار الربيع. فبابا سمعه فاعجب بالاسم، فاعتقد ماما ايامها كانت حامل. فقال لها انا هكرر البنت اللي جايه. البنت دي اسمها ازار. اوكي. هو كرر. بصوا بقى الزبده هعمل عليها، ودي الحاجه الوحيده اللي هتخش زبده في اللحمه مش اكتر من كده. لا دي جديده برضه. علشان الرجيم قال يعني خلينا عشان نضحك على منى. هيلثي فود.
جوه الروستو فصوص توم وكده؟ لا 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 ولا اي حاجه خالص، انا بعتمد على طعم الكزبره اللي هيطلع والجريفي اللي هيطلع منها، قصدي الصوص اللي هيطلع منها هتعمل منه جريفي، لان هيبقى معاكي بطاطس والجزر. قولي لنا تاني التوابل عشان اللي بيتفرجوا معانا. التوابل البسيطه الملح فلفل بهارات بهارات لحمه وكزبره وكزبره ناشفه كتير. هي عملت ايه؟ هي رشت التوابل كلها وخلت الكزبره على الوش عشان لما تيجي تلفه يعني ادحرجه تدحرج الروستو ودحرج الروستو دحرج 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 الروستو جامد. اوكي كل حته عشان ياخد كزبره كويس وكل حاجه. اوكي ندحرجها جامد جامد جامد. لا المسكه مسكت واحده بتفهم في المطبخ يعني انا عايزه زيت بقى على لازم يكون الزيت مقدوح كويس والفرن لازم يكون مولع قبلها كويس. حاضر يا باشا. وميه مغليه حاضر يا باشا. طيب ادي الزيت. عملت تعملها شوك الاول في الطاسه؟ لازم شوك في الطاسه. شوك عشان ايه بقى بعد كده؟ عشان اقفل المسامات بتاعتها تماما وتبتدي تطلع ميتها عشان تاخدي بقى جريفي صوص بتاعها. كده يبقى سخن لسه شويه. لسه شويه. طيب انا احط لك هنا ميه مغليه. يعني حطينا ميه من بارده؟ لا لا مفعل. ليه بقى؟ الميه البارده لما تحطيها ميه بارده والفرن كمان بارد هي جوه هتحتاس. تبدا تقول لك انا هسخن، يلا هسخن، يلا انا هبتدي اهو اسخن، فهتلاقيها بتكش بالظبط جامد. لكن ما تحطي لها صعقه ده تشك وميه مغليه تشك وبالنسبه لها الفرن تشك هتلاقيها راح تقفشه وتحمس وتسيب بسرعه على الميه بتاعتها. طيب اعتقد كده الزيت ايه؟ اتاكدي كده هو مش قوي بس نشتغل ولا ايه؟ شكلها في سخونيه. مش ده عشان وقتنا. يلا من كل حته نمسك بس. ممكن نبتدي في حاجه تانية لو عايزه انا اغسل ايديا. ممكن تاخد الشطه. انا اقلبها لك. اوكي ميرسي على ذوق. تحبي تشتغلي في الحلو ولا على بال الحلو سهل مش هياخد وقت اهو. انت بس هي اقلبها عشان كل وش يتعمل بالظبط. صح كده. انا مش عايزه تسلم ايديكي. اهو زار عندي. اتجوزتي وكده وفي اولاد ولا ده؟ انا اتجوزت وعندي ابن كبير عنده 16 سنه يوسف. الله يخليك. بعد ما بتحمريه بتعملي ايه بقى؟ بعد ما احمره هحط بقى ايه هنا اهو. هينفع اجي كده؟ اوكي هنبعد بقى الكاتنج بول دي خلاص. اوكي هحط شرايح البصل دي من تحت. ليه؟ اوكي لحاجتين. واحد حمايه للحمه. تمام. لو الست حطت اللحمه ونسيتها في الفرن يعني البصل اللي في داهيه مش مهم، المهم اللحم. وبعد كده في نفس الوقت لو احنا لحقناه كويس هيدي مع الطعم الكراميليزيشن البسيط في البصل مع البطاطس والجزر هيدي طعم حلو قوي قوي في الدنيا. جميل. نحطه بقى على طول فوق الاختراع ده. اوكي اعمل ايه؟ احطه فوق البصل بالظبط. حاولي تنشيني بقى يبقى فوق البصل. حاضر. تسلمي ايديكي. اوكي المايه مغليه. ده مهم عشان ده اللي هيدي الطعم كله. اوكي والميه المغليه حوالي كوبايه. اهي انا جبت اهي ميه اهي. ده ايه ده؟ حاجه ساحت هنا. ثانيه واحده. حريقه حريقه. نشيل بقى البرد. حوالي مع كوبايه. حوالي كوبايه ميه. كوبايه ميه تمام. واحط القالب. بس نحطها من الجنب بقى مفيده عشان ما تضيعيش البهارات اللي هي تعبت. قالب اهو. قالب اللحم واحد بس. تمام. عايزه اغطيها بفويل وتخش على الفرن على طول. تقعد قد ايه في الفرن؟ القطعه دي ممكن تقعد لها حوالي ساعه ساعه ونص على اعلى درجه. طب ممكن اعمل حاجه الحلوه الـ 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 انا بس عايزه اعمل ايديا. خدي منديل اهو عندك. هتحط البطاطس؟ انا احط ده بقى في لا البطاطس بقى امتى؟ لما هي تطلع وتستوي. اهم حاجه اطلعها اغلفها بفويل اقفلها عشان الجوسز اللي جوه كلها بتاعتها تبقى موجوده. وبعدين تحطي البطاطس. بعدين احط البطاطس والجزر. لو حسيتي ان الصوص نزل شويه بحط شويه ميه. طيب نقرا مقادير الحلو. ممكن نقرا مقادير الحلو. تمام مقادير الحلو التشيز كيك. جبنه كريمي مكعبات 12 مكعب. 1.5 سكر بودره. أوكي. ويكون منخول كويس. أوكي. وممكن يستبدل لو كده بلبن حليب مكثف. نص عصير ليمونه. من 2 ل 3 معالق جيلاتين. فانيليا رشه. كريمه خفق او كريمه لباني للتزيين. كريز للتزيين. بسكويت اي نوع بسكويت شاي بتحبيه ساده بزبده. زي ما يكون حوالي كوبايتين مطحون. مطحون وميه مغليه وزيت علشان امسح بيه القالب السلك. تمام. اوكي انا محتاجه ستيل الكنيسه دي. حلو نعمل تشيز كيك كيوبس يعني عشان كل واحد ياخد بورشن لوحده. ممكن نلبس بتاع سريع. البس جوانتي كان المفروض البسه بقى مع اللحمه اصلا. طبعا بعد ما بنسلق الموضوع ده بيطلع منه الجريفي ده. الجريفي ده بقى اللي هو البصل بناخده هو سخن على طول ومعاه البطاطس والجزر اللي طلعوا. بسيب شويه على الجنب وباخد شويه اضربهم في الخلاط مع شويه صوص عشان يعمل الصوص ده.
طب أوكي. جميل جدا. واحنا بنشتريه جاهز ليه؟ طب اهو سهل جدا اهو. اول حاجه هاخدها بس البتاع مش مظبط ده. الصوابع كلها دخلت في بعض. ايه ده؟ بتعملي الكابس يعني تشيز كيك كابس عشان ما نقطعش بقى. اه لو عايزه تعملي حاجه كبيره على بعضها حلو. كويس. وكل سنه صحيح وكل مصر بخير يا رب. مش احنا هنعمل حلو. انا ممكن اقول لك كل سنه وانت طيب. بجد مفيش. طبعا حطه بسرعه الحلو اهو. انا لا بسرعه بسرعه هحط الجبنه الكريمي واضربها شويه دقيقتين. فين الزرار بتاعها بتاع انا ساعدك. تعالي انت كده. اوكي انا عايزه بس شويه ميه مغليه اعملهم على البسكوت. اوكي هي الكنكه تمام. اوكي شويه صغيرين لحد ما يبقى زي ما يكون بالظبط بحر. رمله البحر من الدايه تمام. بحيث لما تمسكيها تبقى متماسكه. اوكي وبعدين؟ وبعدين هحطها هعمل زيت في السيليكون. أوكي. بالفرشة يعني حاجة بسيطة بس كده عشان أعرف أفصله بعد كده. تمام. وبعدين أحط طبقة من البسكوت ده تحت. أوكي. وأسيبه في التلاجة 15 دقايق على ده ما أضربه. كل المكونات دي هتتحط على بعضها. ممكن نحط على طول يعني. يعني أنا ممكن نعملها على طول بقى كده. يبقى أنا حطيت لك هنا. تمام واحد بس حتى. أوكي. واحد. وبعدين؟ بس هاخد بقى من البسكوت ده. هروح حطها في القالب. الناس طبعا بتضربه بالزيت ده. ريجيم وبعدين. ايوه برافو. وبعدين هروح التشيز كيك دي مع بقيه المكونات دلوقتي هحطها. كريمه الخفق. كريمه من ورا. اوكي يلا كريمه الخفق. اوكي والسكر البودره. سكر يبقى جبنه وسكر بودره وكريمه. فانيليا هنحط رشه فانيليا صغيره. تضرب كويس. اوكي عصير نص الليمونه عشان يخليها تتماسك اكتر. وبعدين الجيلاتين ده ممكن استسمح تذوبيه في ميه مغليه برضو. اوكي اعتبري داب. اعتبرنا ده هنحطه. اعتبري داب. كل ده هيتحط فوق الاختراع ده. ايوه ونحطه في الثلاجه ساعتين ثلاثه يجمد. هيجمد ويطلع. وبعدين وتزوقيه بالفراوله. بزوقه بالكريم شانتيه والمربى. مربى كريز. مربى توت. مربى فراوله زي ما يكون موجود. انت ازار انت هايله وشرفتينا. ميرسي يا ازار. وانت طيبه. وانت بالصحه والسلامه يا رب. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يكرمك. كل سنه وحضرتكم طيبين. ونشوفكم بكره وشم النسيم ونقابلكم بكره ان شاء الله. ان شاء الله.